السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرين، معزز سامعين كرام، أمید ہے بسخر سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظ میں رکھ کے حفاظ فرمائے. ناظرین سامعین، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں پریشانی سے نجات کی دعا کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا سیکھیں گے. جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئے تو اس دعا کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی تکلیف دور کر دے گا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك، سبحانك، إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.